بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأخيار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح حاشية العلامة الشيخ الأمير رضي الله تعالى عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. وصلنا عند قوله: ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. هنبدأ من إيه؟ وقد خلى إيه؟ الدين. وقد خلى الدين أي تجرد الخلو، يعني أصبح الدين مجردا للشركيات والوثنيات والعبادات الباطلة، ليس فيه من معنى التوحيد الصحيح شيء. عن التوحيد، وقد خلى الدين عن التوحيد، جملة حالية مقيدة لنبي. يبقى إذن الحال قيدت هنا، يعني كأنها جعلت كلمة نبي مقيدة، يعني جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في حالة خلو الدين عنه، يعني الدين يعني ما كان من عبادات واعتقادات عند مجيء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت خالية، يعني ليس فيها توحيد. يعني كما عبر عن ذلك الإمام البصيري رضي الله تعالى عنه لما قال إيه: أتيت والناس فوضى فلا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم. يبقى هذا ما يصور هذه الأبيات الشعرية، على ما يغلب على ظني أنها للإمام البصيري أو غيره. المهم أنه يصور فيها الحالة، يعني حالة الناس عندما بعث إليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أي جاء من عند الله بالتوحيد في حالة تعدد المعبودات الباطلة. يعني كان المعبود أو المقصود بالعبادة متعددا، وهذا أيضا واضح في قوله تعالى في أول سورة صاد عندما ذكر تعجب الكفار من وحدانية الله، حيث قالوا إيه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. فهذا هو تصوير الحالة عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدين كان كله معبودات واعتقادات وشرائع باطلة وضلالات، خالي يعني فارغ
في حالة خلو الدين عن التوحيد، يعني فراغه عن التوحد عن التوحيد والتفرد، يعني كانوا لا يفردون الله تعالى بالعبادة، بل وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا مشركين يعبدون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى. يلا يا شيخ حسن اقرأ اقرأ لا لسه أكمل. وقد خلى الدين عن التوحيد، المراد بالدين هنا إيه؟ الدين هنا كلمة الدين معناها، وقد خلى الدين، الدين معناها ما ورد به الشرع من التعبد، يعني صلاة صيام زكاة أنواع العبادات كلها لا نجتهد فيها، بل هي ورد بها الشرع هكذا. ويقال يعني الدين كما يقال لما شرعه الله تعالى من التعبد، يعني لما يصح أن نعبد الله تعالى به. ويقال يعني الدين للطاعة والعبادة، يعني الدين ممكن يراد به طاعة، يعني طاعة الله، فطاعة الله تعالى دين، وطاعة ما أمر الله تعالى بطاعته دين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالدين له إطلاقات، إما أن يقال للشرائع والعبادات والأحكام دين، شرع لكم من الدين، ويطلق الدين ويراد به الطاعة والعبادة، وفي نسخة أخرى والعادة، يعني حتى العادة، يعني ما تعود عليه المجتمع عاداتهم، مثلا في المعاملات، في البيع والشراء، في فيما يفعلونه عند الأصنام والآلهة التي يعبدون، ما تعودوا عليه، فهذا أيضا يقال الدين يطلق على الطاعة وعلى العادة. والدين يطلق على الجزاء، قال تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، يوم الحساب يوم الجزاء. إذن فكلمة الدين لها إيه؟ لها معاني كثيرة، يعني هذا يعتبر مشترك، ها؟ مشترك إيه؟ لفظي، يعني الدين يأتي بإيه؟ بلفظ واحد، ولكنه يطلق على معاني مختلفة. قال تعالى وغرهم في دينهم، يعني في دينهم، يعني في زعمهم، الدين هنا بمعنى الزعم. قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إيه هنا معنى في دين الملك؟ يعني في حكم الملك، يعني الملك اللي حكم إنه لو واحد سرق، اللي قصة سيدنا يوسف لما جعلوا الصاع في وعاء أخيهم حتى يتهم بالسرقة مكيدة دبرها إخوته، قالوا لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فكلمة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إنه كان الحكم النظام الأيام الملك ده إنه الحرامي أو لو واحد ضبط بإنه سرق كان يصبح رقيق أو يؤخذ أسير كم سنة، 10 سنين تقريبا أو 8 سنوات، لما تخلص المدة يبقى حر، فكذا هو في الأسر أو في الرق، فلا يمكن يأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. ومالك يوم الدين يعني الجزاء، وهكذا لها إطلاقات كثيرة.
كده ندخل على الحاشية يا عم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظ الله شيخنا ونفعنا به في الدارين آمين، وسائر العلماء والأولياء في كل مكان وزمان آمين. قال المحشي رحمه الله تعالى قوله وقد خلا. قال المصنف في الشرح الصغير: أخبرنا بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه أخذ عني نسخة خلا، وأثبت في الشرحين قبله نسخة علي. لا، نسخة إيه؟ وأثبت في الشرح عريا. أيوة، عريا. يعني عاوز يقول هنا طبعا ده هنتكلم فيها، بيقول قال المصنف. المصنف اللي هو مين؟ من هو المصنف؟ شيخ إبراهيم اللقاني صاحب الجوهرة في الشرح الصغير، يعني له على المصنف لو سيدنا الشيخ إبراهيم اللي هو صاحب الجوهرة النظم له ثلاثة شروح: الشرح الصغير والشرح المتوسط والشرح الكبير، فيهم أظن شرحين مطبوعين أو حاجة. فبيقول في الشرح الكبير: أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم، تمام كده؟ لكن مين اللي أخبره؟ بيقول أخبرني، اللي بيقول مين هنا؟ اللي بيقول المصنف بعض أصحابنا الموثوق بهم. فجاء الشيخ الباجوري شيخ الأزهر الشريف في كتاب تحفة المريد وقال إيه مراده ببعض الأصحاب الشيخ اليوسي، يعني عبر عن الشيخ اليوسي اللي هو له شروح وحواشي على السنوسية الكبرى، إنه هو اللي أخبر مين؟ ها؟ الشيخ اللقاني، لأنه هذا موجود في بعض الهوامش كلام الشيخ الباجوري. لكن جاء العلامة الكتاني المغربي قال إيه؟ قال إنه هذا أغرب كل من أغرب كل غريب، يعني كيف اليوسي هو اللي أخبر الشيخ إيه؟ اللقاني مات كام؟ مات 1041 وفاة الشيخ اللقاني 1041 قبل أن يولد اليوسي بسنة، فكيف أخبره اليوسي بإيه بهذا الأمر قبل أن يولد؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ الشيخ الباجوري، لأنه وجد إيه في الهوامش هذا الكلام. فبيعلق المعلق اللي هنا بيقول فهذه غفلة أوجبها الثقة بالطرر، يعني لما تلقى كلام في الهامش الكتاب لا تثق به حتى تعرف من الذي كتبه. فما كتبهوش الشيخ اللقاني، ده يمكن حد تاني من تلاميذ هو اللي كتب أخبرني بعض الثقات. فظن الشيخ الباجوري أنه الكلام اللي في الهامش ده من كلام مين؟ من كلام المصنف، فعشان كده اغتر به، لأنه نسخة المصنف وعليها الكلام. أنا معي نسخة وكاتب أنا بخطي، فتروح أنت تظن أنا الذي كتبت هذا. فهذه غفلة أوجبها الثقة بالضرر، يعني الكلام اللي موجود في الطرة في الهامش في قرته، يعني فيها مشي، وعدم استحضار. يعني الشيخ الباجوري رحمه الله لو استحضر أعصار الرجال ووفياتهم وتاريخ تنقلاتهم ما وقع في هذه الغفلة، يعني لو انتبه إلى أن العصر أو الزمن متباعد. ولذلك كثير من الروايات اكتشف أنها روايات غير صحيحة بسبب التاريخ،
يقول لك حدثني فلان، ويكون فلان ده مات قبل ولادته بمئتي سنة، فكيف حدثك؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما دام يقول حدثني وهو لم يولد بعد، أو أنت لم تولد، هذه غفلة. ولكن طبعا لها أسباب، يعني العلماء رضي الله عنهم وشيخ الإسلام الباجوري لا يتعمدون الكذب، وإنما هو كل ما في الأمر وثق أو ما انتبهش أو حصلت عنده غفلة أو سهو فقط، لا أكثر من هذا ولا أقل. يلا يا شيخ، قوله إيه؟ قوله وقد خلا. قال المصنف في الشرح الصغير: أخبرنا بعض أصحابنا المصنف. يبقى أخبرني، ما قالش أخبرنا، قال أخبرني. لو أخبرنا يبقى معناها كان في جمع. أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه أخذ عني نسخة خلا، وأثبت في الشرحين قبله نسخة عرية. عريا يعني في بيقول في الشرحين قبله، اللي هو ايه ده الشرح الصغير، هذا يبين انه كان في قبله الشرح الكبير والشرح الوسط، فبيقول ايه النسخه بتاعت الشرحين اللي قبل الشرح الصغير فيها ايه عريا، يعني ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عري الدين، خلاص عن الايه عن التوحيد، والمعنى واحد، يعني معنى ايه معنى خلا ومعنى عري، لان الخلو معناه الايه لو الانسان عري يعني تجرد يعني خلا، المعنى ايه المعنى واحد ها معنى واحد، فليست خلا هنا جامدة لأن تلك الاستثنائية ولا تدخل عليها قد، لكن في هنا بحسب لغة طي ولغة بني عامر إنه كل ياء قبلها كسرة، تمام كده، شوف كده عندك عارياء، كل ياء قبلها كسرة تمام، تقلب الكسرة فتحة تمام، وتصبح الياء الأخيرة عارياء، هنخلي إيه الراء المكسورة نخليها إيه مفتوحة، هتبقى عارة وكذا بالضرورة مش ممكن هتبقى الألف موجودة، بالضرورة هتنقلب الإيه الياء إذا قلبت الراء، إذا قلبت الراء كسرة الراء إذا قلبت فتحة بالضرورة هتقلب الياء اللي بعد الراء هتقلب ألف، هتبقى إيه عرى بدل إيه بدل عريا، وعليه قالوا إيه قلا يقلا، عندك إيه عريا يبقى إيه يعرى، وقليا أو قلا يقلا، وأهل مكة أدرى بشعابها، يعني عاوز يقول لك نفسر عريا بخلا، وهذه على إيه لغة طي، والنسخة اللي فيها عرى فيها عرى بفتح ليه بفتح الراء، إنما هنا اللي بيقول لك اللي أثبتها بكسر ليه بكسر الراء، يبقى تفسير عريا بخلا وعريا كذا رسم وضبط، يبقى حنقرأه هو في الأصل عاريا، إنما على حسب لغة طي حنقول إيه عرا، تمام، يعني بفتح الراء، لكن الأصل هو إيه كسر الإيه الراء، إذ يقال عراه بفتح الراء أمر يعروه بضمها، لأنه لو كانت عرى هتبقى ايه المضارع بتاعها ايه يعرو، شوف كده مش يعرى، تمام، زي غزا ايه يغزو، اما عريا بكسر الراء يعرى، زي غنيا يغنى، اذا خلا اي تجرد عن ثيابه،
أو معنى هكذا هو المناسب، لكن قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن وأصل الكلمة عريا وفتح الياء والراء لمناسبة الوزن، عرى زي رأى. خلاص، يبقى إذا كانت عرى يعرو هيبقى لها معنى، إنما إذا كانت عريا يعرى أو عرى يعرى هيبقى لها معنى إيه آخر. فلأجل هذا الشيخ نبه على أنه في أحد أخذ النسخة، لكن ليس هو من الشيخ اليوسي، والمعنى واحد فليست خله. كمل. لا، لسه ما خلصناش ديني، انت بتقري. والمعنى واحد. والمعنى واحد، اصل احنا لسه لم نتمم الكلام، ده لسه في كلام. والمعنى واحد. اقرا. ايوه اقرا، امال بقول لك ايه. المعنى واحد فليست خلا هنا جامده، لان تلك الاستثناء، لانه خلا الجامده ما فيهاش تصريفات، انما الجامده هي اللي هي الاستثنائيه، اللي هي اداه استثناء، فليس فيها تصريف، اداه الاستثناء. فليست خلا هنا جامدة، يعني خلا هنا فيها تصريف، أما الجامدة اللي هي أداة الاستثناء. ولا تدخل عليها قد، يعني كيف نعرف أن خلا هنا فعل، خلا يخلو أو عرى يعرو، إن ليست جامدة، لأن الجامدة ما يجيش فيها إيه تصريف، والجامدة مخصوصة بالاستثنائية، وعلامتها أن تدخل عليها قد، وقد خلا، لأن تلك الاستثنائية ولا تدخل عليها قد، الاستثنائية لا تدخل عليها إيه قد. يلا. قوله الدين. فلما دخلت هنا قد أصبحت إيه ليست استثنائية، لأن الاستثنائية هي التي تدخل عليها قد. عرفنا الفرق بين الاستثنائية وغير الاستثنائية. الاستثنائية لا تدخل عليها قد، أقول لك قام القوم خلا، يبقى هنا خلا استثناء، هذه إيه لا تدخل عليها قد، أما إذا دخلت عليها قد يبقى تصبح فعل، زي عريا يعرو خلا يخلو إلى آخره. وقد خلا الدين. تفضل. والشريعة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. يعني إذا قلنا خلت الملة، خلا الدين، خلا الشرع، خلت الشريعة، كل هذه كلمات معناها واحد. يعني لما نقول الملة جاء بالملة، جاء بالدين، جاء بالشرع، جاء بالشريعة، المعنى إيه؟ واحد. فهي متحدة بالذات، يعني في ذاتها واحدة، ولكن مختلفة بالاعتبار. فهمنا، هنشرح إيه معنى متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. يعني هذه كلمات تطلق على شيء واحد، على معنى واحد، ولكن باعتبار كذا يقال دين، باعتبار آخر يقال ملة، باعتبار آخر يقال شرع. أي معنى متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. يعني مثلا أنا الآن عشان أفهمك إيه معنى الاتحاد بالذات والاختلاف بالاعتبار. أنا مثلا الآن ذاتي هي هنا في الدرس مدرس، لما تقام الصلاة أصبح أنا مصلي، فالذات واحدة، لكن باعتبار أني أتعبد يقال مصلي، أدرس يقال مدرس، أركب مثلا المواصلات راكب، أمشي في الشارع ماشي، فهذه اعتبارات تطلق على إيه؟ على ذات واحدة. الدين. قوله الدين هو والملة والشرع والشريعة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار.
هنا بيشرح معنى الاتحاد بالذات والاختلاف بالاعتبار، فيقول فالأحكام من حيث إن ندين أي ننقاد لها، وندان أي نجازى عليها دين. يبقى هنا الأحكام تسمى دين من حيث إيه؟ أنك تنقاد وتجازى وتدين بها، فإذا الأحكام من هذه الحيثية دين. أيوة. أنت كل شوية أحد يقول لي أقرأ، أول ما خلص تقرأ، ده هذا استهبال، ده أقرأ أمال ده. حيث إن الملك يمليها للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحكام نفسها من حيث إن ندين بها، أو ندين أي ننقاد، وندان أي نجازى عليها، تسمى هذه الأحكام دين. ومن حيث إن الملك يمليها للرسول، والرسول يمليها علينا، يبقى كده تسمى نفس الأحكام ملة. ملة يعني إيه؟ يعني الملك يمليها على الرسول، والرسول يمليها علينا، أهو معنى ملة. زي الآية بتاعت إيه؟ هات كده الآية بتاعت قال وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى. هذا معنى الملة، أن الملك يمليها إلى الرسول، والرسول يمليها لنا، اكتتبها فهي إيه؟ تملى. وطبعا في قراءة ثانية عارفة إيه؟ تملى، عارفهاش ده؟ لا عندك اقرا شوف زي شاذتي. يلا انت يا حي مترفاش تبقى شاذ. تملى عليه. ومن حيث ان الملك أيوه. ومن حيث ان الملك يمليها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يمليها. ومن حيث ان الملك يمليها للرسول، والرسول يمليها، فهي تملى او تملى من جانبين، الملك يمليها للرسول، والرسول يمليها لنا، فكذا اسمها ملة، وهي هي نفسها، الذات واحدة ولكن لاعتبار. ومن حيث شرعها لنا أي نصبها وبيانها شرع وشريعة. يبقى إذن الأحكام التي شرعها الله تعالى تسمى ملة، وتسمى دين، وتسمى شريعة. يبقى إيه؟ هي واحدة ولكن من حيثية مختلفة. يلا. وإطلاق الدين على الخالي. ارفع بس الصوت. وإطلاق الدين على الخالي من التوحيد باعتبار زعم أصحابه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. يعني سؤال هنا، احنا قلنا الدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام، سواء اعتقادات، عبادات، معاملات، هذا هو الدين. فهنا الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى بيقول وقد خلا الدين، والمراد بالدين عرفنا اللي هو ايه؟ دين الناس، يعني عباداتهم واعتقاداتهم. يبقى هنا أطلق الدين على الخالي من التوحيد. وهل يسمى الباطل الذي خلا من التوحيد وخلا من الوحي الصحيح، هل هذا يسمى دين؟ فقال نعم، وقد خلا الدين عن التوحيد، وسمى ما خلا عن التوحيد دينا بإيه؟ باعتبار زعم أصحابه. يبقى لما سماه دين هو في الحقيقة مش دين، لأن الباطل ليس دين. أما اللي قال عليه دين وقد خلا الدين، قال باعتبار زعم أصحابه.
كما قال تعالى، عاوز أقول لك مثال آخر، ربنا سبحانه وتعالى سمى الباطل دينا، ألم يقل سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وفي آخر سورة الكافرون أيضا لكم دينكم وليه، فسمى ما يعتقده الكفار وما يتعبدون به سماه دينا وهو باطل، فهذا يسمى باعتبار زعم أصحابه، فأنا بسميه دين باعتبار أنك تزعم أنه دينا أيها المعتقد أو المتعبد به. يلا استنى كده، يبقى عرفنا أن الدين يطلق على الحق ويطلق على الباطل، أن الله تعالى سمى غير الإسلام قال وما يبتغي غير الإسلام دينا، ويطلق على المعتقدات الباطلة دين، لكم دينكم ولي دين. يلا. قوله أي تجرد أشار به إلى قول والده في الصغير ضمن قوله أي تجرد، يعني قول سيدي عبد السلام اللقاني ابن سيدنا الشيخ إبراهيم لما فسر خلا بمعنى تجرد، هذا أشار به إلى قول والده في الصغير، يعني في الشرح الصغير اللي احنا قلنا عليه اللي في شرحين قبله، واحد كبير واحد متوسط، أشار به إلى قول والده في الصغير يعني في الشرح الصغير. يلا. أشار به إلى قول والده في الصغير ضمن خلا معنى تجرد، يعني في حاجة اسمها في اللغة العربية التضمين، يعني يضمن فعل أو حرف معنى آخر فيختلف التعدي، يعني مثلا عندك ونصرناه من القوم، الأصل على نصره على آخر البقرة، وانصرنا على القوم مش من القوم، إنما هنا ليه خلى التعدية به بمن، ونصرناه من ليضمن الفعل اللي هو نصر معنى نجيناه، فمعنى ونصرناه من القوم يعني ونجيناه، إذن فهذا يسمى التضمين، فهنا اللي بيعرفنا أنه ضمن نصر معنى نجى اللي هو تعدي الفعل بحرف لا يتعدى به في الأصل، وفي الأصل يتعدى به بعلى. فقال الأول قلنا أطلق الدين، الدين مصدر، طيب إيه الفعل بتاعه؟ الدين، أطلق الدين، الدين دان يدين، دان الفعل مفتوح، دان يدين دينا، ليه كسر الدال مع أنه القياس، ليه فتح الدال مع أن القياس، لماذا كسر الدال؟ دان يدين دينا، فلماذا كسرت الدال مع أن القياس الفتح؟ دان يدين دينا، لما أقول مثلا قتل يقتل قتلا مش قتلا، ايه اللي خل الاصل في المصدر يمشي مع حروف الفعل، فمصدر من دانا يدين، القياس هو فتح الدال، مثل قال يقول قولا، لكن ما هو السبب في كسر الدال؟ دانا يدين للتفرقة بين الدين والدين، لأنه لو جابها بالفتح حيلتبس المعنى،
هل هذا من الدين اللي هو يعني رد المال إلى أخذ الدين ورده؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم دان يدين دينا، يعني هذا من الدين ولا هذا من العبادة والأحكام حيلتبس. فلأجل التفرقة بين العبادة والخضوع والطاعة كسر الإيه؟ الدال في الدين بمعنى الأحكام، وفتحها في الدين بمعنى إيه؟ أخذ الإيه؟ في الدين بمعنى أخذ المال. لكن في اللغة العربية في حاجة جميلة جدا اللي هي إيه؟ الكلمة جذرها أو حروفها في اللغة العربية واحدة، شوف كده ثلاث كلمات تجدهم مأخوذين من أصل واحد اللي هو إيه؟ الدين والدين والدنيا بضم الدال، ففي دال مضمومة وفي دال مكسورة وفي دال مفتوحة. إيه الفرق؟ بحاجة عجيبة سبحان الله تعالى جدا، كسرت الدال في الدين لابتنائه على الخضوع والانكسار والتواضع، يبقى لازم الدال هنا تكون مكسورة لأن الدين معناها انكسار خضوع تذلل، وفتحت في الدين لاستعلاء الإيه؟ الدائن اللي هو صاحب المال على مين؟ على المدين. هات اللي عندك تعال، أول ما يشوفوا كده لأنه له استعلاء عليه. ده زمان كانوا في الجاهلية لو كثرت الدون يصبح المدين رقيق، يعني لو عجز عن السداد يأخذ إيه؟ مملوك عنده، يعني يأخذ هو نفسه مكان المال. فالدين مكسورة في العبادة والطاعة عشان التذلل، ومفتوحة في دال الدين عشان غلبة واستعلاء الدائن على مين؟ على المدين، وضمت في الدنيا لابتنائها على الشدائد والأهوال، كل شوية تضمك يعني تهز كيانك ويحدث ليك شيء يزلزل إيه؟ فالدنيا مبنية على إيه؟ الأهوال والشدائد والمتاعب إلى آخره. فشوف كذا بلاغة وجمال اللغة العربية، ثلاث كلمات الدال تفتح والدال تكسر والإيه، وأصل الحروف واحدة، ثلاث حروف الدال إيه والياء والنون الدين، يلا وإطلاق الدين وإطلاق الدين على الخالي من التوحيد باعتبار زعم أصحابه كما قال تعالى، يعني يقال للصحيح دين وللباطل دين، بس يقال للباطل دين ليس إيه باعتقادنا وإنما على حسب أو زعمهم. يلا قوله أي تجرد أشار به إلى قول والده في الصغير ضمن خلا معنى تجرد لا اللي ما فهمش أي عبارة يسأل فيها عشان لو عدناها مشكلة، حتى وأنا بقرأ وفي الشرح أصدق كلام فيه تحليل وتفصيل، إلا أي كلمة واقفة مش مفهومة يسأل في الحال، لا تؤجل السؤال، اقطع علي الكلام أو حتى على الشيخ حسن نفسه. يلا كتب عليه العلامة النقراوي ارفع الصوت أنا نفسي مش سامعك. كتب عليه العلامة النقراوي ولو لم يضمنه معنى تجرد النفى، مش النف الفاء مفتوحة، النفراوي النفراوي النوم مشددة والفاء النفراوي. كتب عليه العلامة النفراوي ولو لم يضمنه معنى تجرد لكان تعديه بمن، يعني عاوز يقول لك ضمن معنى خلا تجرد، وإذا كان معنى تجرد فيقال تجرد عن ثيابه وليس من ثيابه، لكن لماذا خلاه خلا من؟ خلا الدين عن ولم يجعلها من، لأنه ضمن معنى تجرد معنى خلا معنى تجرد، وإذا كانت معناها تجرد يبقى خلا عن،
وليس خلا إيه من. فالعلامة الشيخ النفراوي قال ولو لم يضمنه، يعني الدين اللي هو خلا، ولو لم يضمنه معنى تجرد لكان تعديه بمن، يعني لا بإيه، لا بعن، لأنه يقال خلا من كذا لا عن كذا. طب لماذا قال خلا عن ولم يقل خلا من؟ لأنه ضمن معنى خلا تجرد. وأنا شرحت لكم كلمة التضمين، يعني كلمة يضمنها معنى كلمة أخرى، زي كلمة فسلام لك، الأصل سلام عليك، السلام معناه التحية، لكن لماذا قال لك ولم يقل عليك؟ لأنه ضمن السلام معنى النجاة، فنجاة يعني فسلام، فسلام لك يعني فسلامة، زي لما أقول لك أنا إيه ربنا يسلمك، يعني ينجيك، فسلام لك يعني فنجاة لك. يلا. قوله جملة حالية بالنسبة الجزئي للكلي، فين جملة حالية؟ فين الجملة الحالية؟ على نبي جاء، جاء أو ده إيه؟ ذا الفعل، جاء بالتوحيد وقد خلا الدين على، هذه هي الجملة، يعني جملة أو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في حالة خلو الدين عن التوحيد. فكلمة وقد خلا الدين عن التوحيد هذه جملة حالية. يبقى إذن ما هي الجملة الحالية؟ ها؟ ردوا علي. ارفع صوتك كده. وقد خلا الدين، لا وقد خلا الدين على الجملة، الجملة كلها تقولها مع بعض، أين هي الجملة؟ وقد خلا الدين عن التوحيد. يبقى إيه؟ خد أين هي الجملة الحالية؟ الجملة فين؟ الجملة الحالية الجملة كلها فين؟ اللي هي وقد خلا، كلمة وقد خلا الدين، هذه هي الجملة اللي هي قد وخلا والدين عن التوحيد. فالجملة دي كلها مع بعض اللي هي اللي فيها الواو، وقد خلا الدين عن التوحيد، هذه هي الجملة الحالية، لأن الحال هنا مش مفرد، الحال جملة. أين الجملة؟ وقد خلا الدين عن التوحيد. أي يقولوا كده وإحنا اتفضل. قوله جملة حالية بالنسبة الجزئية. يبقى عرفنا أين هي الجملة الحالية اللي هي جملة وقد خلا الدين عن التوحيد، جملة حالية، يعني تعرفها إيه في الإعراب، تقول جملة حالية. فأسألك أين هي الجملة الحالية فتقول جملة وقد خلا الدين عن التوحيد. واضح ولا مش واضح؟ طيب كمل. قوله جملة حالية بالنسبة الجزئية للكلي. فين نسبة يا مولانا؟ كل كلمة والله عاوزة نص ساعة، ده هو ماشي كأنه عم يقرأ قراءات وخلاص، مش معبر مش معبر الحاشية ولا الشرح ولا الشارحة. أبي أراك قول لي فين الجزء وفين الكل، وأديك 100,000 جنيه اللي والله حاجة غريبة. وقبل ما يجي يمتحنه قال يقول لك اللجنة متعنتة، متعنتة فين؟ بيقول لك من نسبة الجزء للكل، فين الجزء وفين الكل؟ عشان نبين نحن مش متعنتين ولا أين هو الجزء؟ الجزء اللي هي الجملة دي من نسبة الجزء إلى الكل، أين هو الكل؟ اللي هو أي حال، يعني هو بينسبها يقول جملة حال، يعني نسبها إلى الحال، يعني إلى مطلق حال، لكن الحال أنواع. هذا نسبة الجزء إلى الإيه؟ إلى الكل. ولذلك قول ولذلك قرنت بقدر تقربها، ارفع صوت، ولذلك قرنت بقدر تقربها من حال، يعني عاوز يقول لك إيه؟ من نسبة الجزء اللي هي الجملة إلى الكل، ولذلك قرنت بقدر،
يعني لم يقل على نبي جاء بالتوحيد وخلى الدين، يعني قرن هذه الجملة اللي هي الجملة الحالية قرنها بقد. ليه؟ ها؟ قول. ولذلك قرنت بقد، يعني قرن الجملة بقد. ليه؟ لتقلبها من حال عاملها فإن مضي. فيعني قرنت سنة. ولذلك قرنت به بقد لتقربها، يعني عشان تجعل الجملة قريبة من حال عاملها. فإن مضي القيود باعتبار مقيداتها نظير ما بعد حتى بالنسبة لما قبلها، إعطاء لحكم المقاربة حكم المقارنة. هو عاوز يقول لما قلنا وقد خلا، طب خد بالك الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها. افهم ده، لو انت درست الحال في النحو هتلقى الحال بتعمل ايه؟ تقيد العامل. فين العامل هنا؟ ها؟ لا، ده العامل ده صاحب الحال. الحال قيد في على نبي جاء، فالعامل اللي هو الفعل اللي هو جاء. شوف كده، على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى. يبقى أصبح المجيء هنا مقيد بخلو الدين، يعني الحال قيدت العامل اللي هو جاء. والحال قيد في عاملها وصف لصاحبها. أجيب لك المثال، جاء محمد راكبا. خد بالك هنا، جاء محمد، فأصبح المجيء مقيد بالركوب، وأصبح محمد اللي هو جاء راكبا موصوف بالركوب. يبقى الحال اللي هي راكبا عملت ايه؟ قيدت صاحب الحال قيدت العامل ووصفت مين؟ صاحب الحال. الحال ثاني قيد في ايه؟ في عاملها وصف لصاحبها. الحال دي لما اقول لك جاء محمد، خد بالك من السؤال ده مهم. لما اقول لك جاء محمد راكبا، يعني جاء من سنة ولا جاء الآن؟ ها؟ الآن. الحال بتتكلم عن الحالة، الحال مش عن الماضي ولا عن الاستقبال. فلما جاء الفعل الماضي جاء بالتوحيد وقد خلى، يعني كون الدين خلى من التوحيد هذا أمر ماضي ليس مقارنا لمجيئه. شوف كده، يعني لم يقل جاء بالتوحيد والدين يخلو. أنا أقول لك ده الدين خلى، يعني قبل ما يجي بمئة سنة مثلا، بمئتين سنة كان الدين خلى. فكيف تكون حالا مع أنه الحال بتصف إيه؟ ها؟ بتصف صاحب الحال وتقيد العامل. ده المشكلة. فلأجل هذا عشان يخليها إيه؟ كأنها مجامعة وليست ماضية، راح قرنها بقد، واقترانها بقد لتقربها من حال عاملها. فشوف قد جات عشان ايه؟ عشان تجعلها قريبة. طب افرض بقت قريبة لكنها الحال بتبقى مقارنة وليست مقاربة، فراح قال ايه؟ اعطاء للمقاربة حكم المقارنة. قال لك طالما قريبة يبقى كأنها إيه؟ مقارنة. فهمتم؟ ماشي. اللي مش فاهم يقول والله أعيد تاني، بس اللي بيستعبط ما ينفعش تعبني. استعباط ولا سؤال؟ ماشي. احنا بنقوله إيه الحال؟ هو بيقول لك خلى الدين، هو بيقول جاء بالتوحيد والدين خلى. خلى ده بدخل من زمان،
والحال أنتم تقولون قيد في عاملها وصف لصاحبها، فدي أمر ماضي والحال يكون مجامع ما يبقاش ماضي. لما أقول لك جئت إلى الدرس مريضا يبقى إيه معناها؟ جايين إيه سندوني أو يجيبوا لي حبوب؟ إنما أقول جئت إلى الدرس وقد كنت مريضا وتبقى حال. الحال لازم تكون إيه؟ مقارنة ومقيدة زي ما وصفنا. فقال لك دخول قد قربها من زمن إيه؟ من زمن عاملها اللي هو جاء، يعني في زمن المجيء، فجعلها قريبة. طيب أفرض جعلها قريبة لكنها غير مجامعة ويشترط فيها أن تجامع، فقال إعطاء للمقاربة حكم المقارنة، المقاربة بالباء والمقارنة بالنون، فأصبح متقارب كأنه معناها إيه؟ متقارن قريبة. خلاص زي مثلا إيه؟ والله أنا مريض، وأنا أكون فعلا مريض بس امبارح، بس ما زال أثر المرض يبقى معناها كأنه ما زال يعني إعطاء للإيه؟ للمرض كان قريب جدا، فكأنه إيه؟ موجود الآن. واضح؟ ولا أقول ثاني؟ ها؟ لو مش ما فيش فهم أقول ثاني وثالث، بس رابع صعب شوي. يلا. فإن مضي مضي يعني ماضية، ها؟ فإن مضي القيود باعتبار مقيداتها نظير ما بعد حتى بالنسبة لما قبلها، إعطاء للمقاربة حكم المقارنة بالنون على ما يعني شوف بيعطي، شوف كده بيعطي حكم ما بعد حتى حكم ما قبلها. شوف كده زي بيقول لك نظير ما بعد حتى بالنسبة إلى ما قبلها، زي إيه؟ شوف كده هات لي حاجة إيه فيها حتى، ونعطي اللي يأتي بعد حتى حكم ما قبلها، زي وزلزلوا حتى يقول الرسول. طب يراك هم زلزلوا إلى أن قال الرسول، يعني لما قال الرسول سكن الزلزال، إنما الزلزال كانت قبل ما يقول، فأعطى حكم ما بعد حتى حكم ما قبلها، يعني كأنه لما قال الرسول كانوا هم إيه في هذا الحال، لكن الرسول قال ذلك بعد أن زلزلوا حتى يقول الرسول. لما زلزلوا قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طيب يبقى هنا حيحدث عندك إشكال، رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة العظيمة هل يدخل معهم؟ لما قال تعالى وزلزلوا، ما أعطينا حكم ما بعد حتى حكم ما قبلها، يبقى سيدنا رسول الله دخل معهم، يعني وزلزلوا هم وسيدنا صلى الله عليه وسلم لحد ما إيه؟ قالوا هم جميعا ومعهم النبي متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال وهو واثق بنصر الله تعالى وتمكينه؟ يبقى في الكلام في حاجة إيه؟ اسمها لف ونشر. يعني أصل الكلام كده وزلزلوا حتى يقول الرسول من القائلين اثنين، الرسول والذين آمنوا معه، لكن المقول حاجتين، يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى القول هنا مختلف قائله، الذين آمنوا زلزلوا حتى قالوا متى نصر الله، والذي قال إن نصر الله قريب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام مش واحد. يبقى الجملة كده إيه؟ الذين آمنوا قالوا متى نصر الله؟ وألا إن نصر الله قريب، دي من كلام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كده في هذه الحالة الرسول لم يدخل معهم في قوله تعالى وزلزلوا، لكن إعطاء حكم إيه؟
ما بعد حتى حكم إيه ما قبله. فإن مضي الخيول لاعتبار مقيداتها نظير مقيداتها نظير ما بعد حتى بالنسبة لما قبلها إعطاء للمقاربة حكم المقارنة بالنون على ما أفاده السيد. يعني بنخلي المقاربة والمقارنة حكم واحد، نعطي حكم هذه حكم هذه على ما أفاده السيد. السيد الومين الشريف الجرجاني، خلاص كده السيد الشريف الجرجاني. وهو أدق من قول السعد. يبقى عندك السيد اللي هو أول ما أقوله الشريف يبقى هو السيد لأنه من آل البيت، وبعدين السعد اللي هو السعد مين؟ التفتازاني. طبعاً أحياناً يكون كلام السعد أدق وأعلم، ولكن يكون الاحترام أعلى وأكبر بالنسبة للسيد لأنه شريف. ده صحيح ده عالم، ولكن هنا بيقول لك أدق هو شوف كده من قول السعد، يعني كلام السيد الشريف أدق من قول السعد التفتزاني نظروا لمجرد العنوان، وإن كانت قد تقرب من الحال الزمانية المنافية. نظروا لمجرد لا العنوان. لا كمل الكلام اللي أنا بقوله. وإن كانت قد تقرب من الحال تقرب من الحال الزمانية المنافية للماضي. يعني عاوز يقول لك هنا قد بتقرب من الحال الزمانية المنافية للماضي عشان ما يبقاش ماضي، وهذا حال نحوي. يعني الكلام هنا حال في النحو لا زماني. يعني ايه معنى حال نحوي؟ يعني مش حال زماني. يجامعه، يعني لو كان حالا زمانيا يبقى معناها في الماضي، ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم في حالة خلو الدين عن التوحيد في الحاضر، والحاضر لا يجامع الماضي، ما يبقاش يعني ماضي وحاضر في نفس الوقت، وإنما قال هذا حال نحوي لا زماني. يجامعه يعني يجامع الزمان الماضي. ليه؟ لأن المجامعة في الحكم أنه حال نحوي ليس في الزمان. لو كان في الزمان يبقى إذن ليس هناك مجامعة، وإنما المجامعة في إيه؟ أنه حال نحوي. قوله مقيدة لنبي. قلنا الحال وصف لصاحبها قيد في عاملها. قوله مقيدة لنبي. أي المدلول عليه بضمير جاء، فإنه هو صاحب الحال. لأنه من الذي جاء؟ وجاء ده العامل، ومن صاحب الحال اللي هو نبي، فإنه هو صاحب الحال. ثم إنه إما على حذف مضاف يلا أي لعامل نبي، أي لعامل نبي أو المراد من تقييد. يبقى على حذف مضاف يعني مقيدة لعامل إيه نبي يلا أو المراد من تقييد الوصف، يعني هو مقيد للموصوف تمام ليوافق قولهم الحال. العبارة اللي احنا قلناها هذه الحال ايه قيد لعاملها وصف لصاحبها. وهات لي كده مثال الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها. هات المثال. لسه احنا قلناه جاء محمد راكبا، جاء هذا هو العامل تمام، صاحب الحال محمد راكبا هي الحال، فأصبحت كلمة راكبا قيدت المجيء ووصفت مين صاحب الحال. إن قلت ما معنى كون الخلو صفة لنبي؟ قلنا المعنى خلو الدين عند بعثته وهو يوصف بكونه. أي معنى أنه الخلو صفة لنبي؟ ولما سأل هذا السؤال؟ لأنه صاحب الحال. قلنا المعنى خلو الدين عند بعثته وهو يوصف بكونه خل الدين عند بعثته،
ومن هنا الجملة الحالية لا بد أن تحتوي على ضمير صاحبها معنى، وارتباطها بالواو فقط ظاهري، يعني كلمة أن الجملة الحالية لازم يكون فيها واو ده أمر ظاهري، إنما هي لا بد أن ترتبط بضمير يرجع إلى صاحبها، إنما معنى ارتباطها بالواو ده أمر شكلي ظاهري، إنما الأصل مرتبطة بضمير يرجع إلى مين؟ إلى صاحبها. فين الضمير؟ جاء بالتوحيد يعني جاء هو. يلا 22 وقد خلى الدين عن التوحيد، وقد خلى الدين عن التوحيد على نبي جاء بالتوحيد، قوله بالتوحيد. فإن كلمة بالتوحيد وقد على نبي ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد، كلمة بالتوحيد هنا ها؟ قوله بالتوحيد أي يطلبه، أي بطلبه، يعني هو جاء بالتوحيد يعني جاء بطلب التوحيد. كيف جاء بالتوحيد؟ يعني جاء معاه يفضى كذا مكتوب عليها وحدوا الله، جاء بالتوحيد يعني جاء يطلب. يعني إذن ما معنى جاء بالتوحيد؟ أي جاء بطلب التوحيد أو منه، خلاص كده. والتعدد من الناس فلا تناقض، يعني سؤال هنا كيف جاء بالتوحيد وكان أصلا ما فيش توحيد؟ ده تناقض. قال لك لا، التوحيد منه، أما التعدد من الناس إذن فانفكت الجهة فلا تناقض عند انفكاك الجهة، قرره شيخنا. يلا قوله تعدد المعبودات، تعدد المعبودات، كأنه يشير إلى أن التوحيد هنا اللغوي المقابل للتعدد، والسابق الشرعي كما قال شيخنا أو كما قال سابقا، ليخرج من الإيطاء إلى الجناس. يعني عاوز يقول لك هنا التوحيد هنا اللي هو إيه؟ المقابل للتعدد. أما التوحيد السابق، عندنا هنا كلمتين توحيد في البيت، فين هم؟ على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، ففي معنى لغوي اللي هو ايه؟ مقابل لايه؟ للتعدد، اللي هو ايه؟ خلى عن التوحيد. طب جاء بالتوحيد اللي هو التوحيد الشرعي، فالتوحيد في الشطرة الاولى معناه غير الايه؟ غير الثانية، فبهذا يكون خرج من الإيطاء الى الجناس. ايه الإيطاء وايه الجناس؟ مين يفرق؟ ما الفرق بين الإيطاء وبين الجناس؟ حد درس بلاغة؟ ها؟ تفضل. إيطاء يعني ايه؟ ها؟ الإيطاء انك تكرر الكلمة بنفس المعنى، وهذا من عيوب القافية. يبقى الإيطاء من عيوب القافية، يعني تكرر القافية لفظا ومعنى، اللفظ واحد والمعنى واحد، بس بيقول لك يبقى عيب لما يكون قبل سبعة أبيات، لكن لو عدت سبعة أبيات وجبت بعد كذا معنى نفس المعنى اللي جبته قبل كذا يبقى كده اتنسى، سبعة أبيات يعني طويلة، إنما لو بعد بيت واثنين يبقى عيب، أنت مش معاك، ما يبقى كأنك ما عندكش معاني، فتجيب كأنك بتعيد وتزيد، ده اسمه ده إيه؟ الإيطاء. يبقى الإيطاء من عيوب القافية، وهو أن تتكرر القافية لفظا ومعنى. يبقى معنى هنا خلى الدين عن التوحيد، اللفظ واحد والمعنى واحد، وقد إيه؟ على نبي جاء بالتوحيد نفس المعنى، وقد خلى الدين عن التوحيد نفس اللفظ ونفس المعنى، يبقى ده اسمه إيطاء، وهذا من عيوب القافية. إنما إذا كان كررها بمعنى آخر يبقى هذا ليس إيطاء، وإنما ده اسمه إيه؟ جناس. قال جناس هو إيه؟ اللفظين واحد في النطق، تمام؟
ولكن الاختلاف في المعنى، وفي ناس تام وفي ناس ناقص. الجناس التام اللي يتفق فيه اللفظان في الحروف والشكل والعدد والترتيب، تمام؟ زي ايه بالضبط؟ شوف اجيب لك الجناس التام. شوف كده: ويوم تقوم الساعة يقسم المشركون ما لبثوا، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هنا الساعة الأولى غير الساعة الثانية، يبقى أعيدت الكلمة مع أنه لفظ واحد وحروف واحدة وكل حاجة، لكن المعنى اختلف بخلاف الإطاء، كان المعنى واحد واللفظ واحد. فهذا يسمى الجناس، يعني تقول اللفظ بمعنى وتعيده بمعنى آخر. زي تقول أنا صليت المغرب في المغرب، يعني في بلاد المغرب. يبقى هنا المعنى اختلف. يعني مثلا لو مرة بسأل واحد كان من باب المزاح، يعني بقول له: هل يجوز صلاة العصر في المغرب؟ قال لي: لا. قلت له: طب كيف يصلي أهل المغرب؟ كيف تصلى صلاة العصر في بلاد المغرب إذا كان لا يجوز؟ يبقى هنا أعاد نفس اللفظ بنفس الحروف بس بمعنى بمعنى آخر. خلاص، يبقى في جناس تام وفي جناس ناقص. الناقص اختلف فيه واحد من الحروف، اللي احنا قلنا عندنا شروط أربعة، يختلف في واحد من أربعة. زي قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اختلف في في حرف من الأحرف، هنا تقهر، هنا تنهر، هاء وقاف. يلا. ما خلاص قلناها: ليخرج من الإيطاء إلى الجناس التام اللفظي. شقلنا في جناس تام وفي جناس ناقص. والخط كما في شرح والده، قال العلامة الملا وفي الحاشية: ولا يرد هذا من أصله إلا إذا كان من المشطور. يعني عاوز يقول لك أنتم بتقولوا الإيطاء ده من عيوب القافية، طب فين القافية هنا؟ ده شطر، شطر جاء على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين. القافية بتكون في آخر البيت مش في نصف. هنا الاتحاد بين التوحيد والتوحيد في بيت واحد وليس في بيتين، حتى تقولوا من عيوب القافية. إلا بيقول لك: لا يرد هذا الاعتراض من أصله إلا إذا كان من المشطور، يعني إذا اعتبرنا الرجز كل شطر بيت. يعني يبقى في هذه الحالة جوهرة التوحيد كم بيت؟ إذا اعتبرنا كل شطر بيت يبقى 288. أما إذا كان كل شطرتين بيت يبقى 144. فهمتوا؟ مفهوم لحد هنا؟ طب يلا. قال العلامة الملوي في الحاشية: ولا يرد. ما خلاص قلنا ده، خلاص قلنا. قلنا: شاع معاملة الشطرين شاع معاملة الشطرين معاملة البيتين في الرجز بس فقط. يعني بنعامل كل شطر معاملة بيت، فبنعامل الشطرتين كمعاملة بيتين التزاما للتصريع. حد فاهم ولا مش فاهمين معنى التزاما للتصريع؟ التصريع يعني جعل أجزاء البيت جمل متوازية متشابهة. خلاص، زي يعني نخليها في كل النهاية متشابهة، زي السجع. هذا مأخوذ من المصراعين اللذين هما باب البيت. يعني عاوزين نخلي شوف البيت له الباب له مصراعين، فنخلي هذا مثل هذا، نفتح كده ونقفل
بخلاف لما نخلي واحد كبير واحد يعني الباب زي له، شوف الباب اللي هنا ليه إيه؟ واحد يفتح يمين والثاني شمال، المصراعين. قوله والتفرد، قوله والتفرد كأنه إشارة لدفع آخر، لا لا كأنه إشارة لدفع آخر للإيطاء. عاوز أقول لك هنا فسر التوحيد بمعنى التفرد، فهنا يبقى كده إيه؟ لا يوجد إيطاء، لأن الإيطاء زي ما بنقول تكرر القافية لفظا ومعنى، فبيدفع كلمة الإيطاء عشان يدخل في الإيه؟ في الجناس. و قول وهو أن المراد بالتوحيد هنا أثره، لما قال يعني بيبين أن التوحيد له معنى آخر، هنا المراد به أثره أي التوحد والتفرد، فلا يكون المعنى متكررا، إذن فليس هناك إيطاء، أهو معنى دفع للإيطاء بإيه؟ إشارة لدفع آخر للإيطاء، ثم مجيئه في هذا الحال يعني حال خلو الدين لتعظيم الأجر لأنه أشق، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعظم أجر نبيه ويبين جهاده ومشقته وتحمله في سبيل الدعوة، فبعثه والحالة الدينية أو الحالة الصحيحة أو حالة التوحيد الصحيح وصلت إلى درجة الصفر، فكأنه حيعاني في بناء الأمة وتكوينها من البداية لأن الدين خلا تماما. يبقى لماذا بعثه الله تعالى في حالة خلو الدين من التوحيد؟ أراد أن يعظم له الأجر، لأنه في هذه الحالة سيكون إيه؟ أشق. قوله الشرع يعني دال الشرع من القرآن، يعني دال الشرع من القرآن والسنة، أو المراد بالشرع الشارع مجازا. يلا. من التعبد أي من الأحكام المتعبد بها بدليل ما يأتي، اللي هو بيشرح الدين كذا، اشرح كلمة الدين، اقرأ تعريف الدين، الدين وإيه الجملة كذا عشان نجيب معناها. والدين والدين قول، والدين ما ورد به الشرع من التعبد، الدين ما ورد به الشرع، ايه معنى ما ورد؟ اما الدين هو الشرع، كيف يبقى ما ورد به الشرع؟ فنفسر الشرع بمعنى الشارع أو بمعنى ما دل عليه الشرع، يبقى الشرع هو الشارع مجازا أو ما دل عليه الشرع، يعني نصوص الشرع. ما كم من ما ورد به الشرع من التعبد ويقال لطاعة والعبادة، من التعبد، إيه معنى من التعبد؟ يعني من الأحكام المتعبد بها بدليل ما يأتي. قوله ويقال للطاعة والعبادة، ويقال يعني يقال الدين إنه هو الطاعة أو هو كذا، هذا معاني لغوية، فالمعاني المختلفة، يبقى الدين له معنى شرعي سيأتي اللي هو وعرفوه بأنه وضع إلى آخره، أما هذه المعاني التي جاءت متعددة في معنى الدين إنما هي معاني لغوية للطاعة والعادة إلى آخره. ويقال لطاعته، خلاص أقول له ويقال، قوله ويقال أي لغة، يعني إذن كلمة ويقال يعني المعاني الأخرى للدين هذه معاني لغوية. قوله والعبادة هي أخص لما سبق من أنها قاصرة على طاعة الإله، يعني عاوز يقول لك الطاعة مش كده، الطاعة وإيه؟ والعبادة. طب الطاعة والعبادة إيه الفرق؟ بيقول لك العبادة أخص ليه؟ لما العبادة هي الطاعة، قال لك العبادة أخص من الطاعة، لماذا؟ لأنها قاصرة على طاعة الإله، إذن فالطاعة لا تكون عبادة إلا إذا كانت طاعة لله ولرسوله طبعا، يبقى كلمة الطاعة أخص من العبادة، يعني كل عبادة طاعة وليس كل طاعة عبادة. ولا يحتاج عقل
الخاص على العام، ولا يحتاج أو نحتاج إلى عطف الخاص على العام. يعني حنقول من الطاعة كده الأول، ويقال لطاعة والعبادة والعبادة. يعني عاوز كأنه لما نعطف العبادة على الطاعة يبقى عطفنا الخاص على العام. فن الخاص اللي هو العبادة والعام هو الطاعة، ولا يحتاج عطف الخاص على العام. فن الخاص والعام العبادة على إيه؟ الطاعة. لا يحتاج لنكتة إلا، يعني نكتة يعني سبب، إلا إذا ذكر على أنه من أفراد الأول، يعني تكون العبادة من أفراد الطاعة. ففي هذه الحالة يحتاج عطف الخاص على العام إلى نكتة، لما يكون من أفراد الأول اللي هو العبادة تكون من أفراد الأول اللي هو الطاعة. والمراد هنا يعني بالعبادة أنها معنى ثاني خاص مستقل وحده بذاته، يعني ليست من أفراد الأول، لأنها لو كانت من أفراد الأول لكان عطفا للخاص على العام، وعطف الخاص على العام يحتاج إلى نكتة، يعني لسبب، يعني لماذا عطفت الخاص وكان إيه العام يكفي؟ فعاوزين سبب، يعني أعطف الخاص على العام للاهتمام به لأهميته. يعني زي مثلا قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله مش كده وجبريل، لما جبريل خاص والملائكة عام، لكنه عطف الخاص على العام لنكتة لأهميته أو لبيان منزلته. أما هنا لا نقول أنه عطف الخاص على العام، وإنما هذا معنى ثاني مستقل وحده، يعني ليس داخلا في أفراد الأول، إذن فلا يحتاج إلى نكتة. واضح ولا مش واضح؟ يبقى حنقف عند الكلام على الدين وعرفوه خلاص. والله تعالى أعلم.